سلام، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش كتعاودوا؟ كلشي بخير، مبروك عواشركم، كلشي مزيان هو هذاك. المهم مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم السبت ما خداماش كيف ما قلت لكم ديك المره، كنحاول السبت والحد نصور لكم هكا فيديوهات باش ما نغبرش عليكم. غنصوب واحد الكيكه كتجي زوينه منعشه ديال هذا الصيف، ما يمكنش اللي يجربها ما يعاودش يجربها مره جوج مرات وثلاثه واربعه، تولي معتمده عندكم وتقدر تنفعكم البنات حتى في رمضان. كما كتعرفوا في رمضان قليل فين كناكلوا ديك الكيكه اللي كتكون عاديه ناشفه، كتجي بحال ناشفه مع كثره الشهيوات والمملحات والحلويات. هذه كتجي زوينه، كتجي فيها واحد الكريمه اللي بسيطه، كتقدر تقدروا ناخذوها مع شي عصير اولا مورا الفطور هكا. المهم انا وجدت كلشي، خليكم معايا باش نوريكم الطريقه. هاد الكيكه اللي غندير اليوم غنديرها في هاد المول اللي كيقولوا لي المول العجيب، باش ملي نقلبها تبقى لي هاد البلاصه ندير فيها الكريمه. المهم دابا متوفر في الاسواق. اول حاجه كنديرها كنشعل الفران على 180 درجه، كناخذ واحد الزبده اولا الزيت وكندهن بها هاد الطاوه ديالي مزيان. ملي كنسالي كنمشي لافابو كنقلبها بحال هكا كنسوسها باش نسوس منها هذاك الشيء اللي زائد، تبقى لي غير بحال هكا ملبسه. دابا غندوزو للمقادير. خديت واحد دانون، خديت انا هاد بيرلي، خدموا باي نوع عندكم، الا كان ديال الفاني هو مزيان. المهم خديت واحد دانون، ها هو خويته هنا، وبقيت كنعبر بهاد الكاس، عبرت كاس ديال الزيت وكاس ديال سنيده بهذاك الكاس ديال دانون. وعندي هنا ثلاثه د البيضات، وعندي جوج خمارات وقشره ديال حامضه تكون كبيره، انا خديت حامضه هكا وحكيتها. المهم قشره ديال الحامضه واحد القبيسه ديال الملح، وعندي الطحين بطبيعه الحال عبرت واحد جوج كيسان ونص من هذا عامرين. وغنشوف الطحين دائما تبقى على حسب كاليتي ديال على حسب الجوده ديال الطحين واش كيشرب ولا لا. الطريقه ديال الكيكه العاديه، خديت دوك ثلاثه البيضات نزيد عليهم سنيده ونطربهم مزيان. الخمارات راني غربلتهم مع الطحين، دائما كنغربلوهم. غنطرب البيض مع سنيده حتى يتضاعف حجم ديالو. صافي طربت البيض مع سنيده حتى ولا بيض هكا وتضاعف حجم ديالو. دابا غنزيد الزيت ونطرب ثاني، غنزيد دانون، الطحين كيف ما قلت لكم غربلته هو وخماره، غنبقى كنزيد بشويه بشويه. حيدت الباكو وغنكمل بالسباتيو. صافي البنات هذا هو القوام اللي بغيت، راني ما زدتش الطحين، هذوك جوج كيسان ونص كفاوني تكون بحال هكا. غندوز دابا باش نديرها في المول، انا كنهز كندير غير الوسط وهي غتهبط في الجناب. سخنت الفران على 180 درجه، دابا ملي غندخلها غننزل الحراره ندير غير 160 باش هكا تطيب على خاطرها. كنشعلو انا الفوق والتحت، هو 160 درجه، غندير لها واحد 20 دقيقه ونطلع لها واش خصني. الكيكه هي تحمرات، نخرجها من الفران ونخليها تتبرد شويه ونحيدها من المول، وندوز باش نوجد معكم الكريمه. قبل ما نوجد الكريمه غندوز نعجن شويه المخيمرات. دائما كنشارك معكم الطريقه ديالي تحضير المسمن اولا الملاوي، اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال المخيمرات اللي كيجيو خامل هكا كندير فيهم خميره ديال العجينه، كيجيو تاهما زوينين. حيت سمعت مؤخرا دكتور فيل حيت كنصنت ليه بزاف، يعني كيقول ان في رمضان من احسن نبعدوا على العجائن او المعجنات اللي بحال دابا المسمن اللي كيقول ما خامش، مازال مخيمرات بطبوطات ماشي مشكل، كتكون فيه خميره كي كتسهل الهضم، ماشي بحال ملي ما كتكونش خميره كي كتسبب لينا في عسر الهضم. صافي دونك كنت غندير غير كيكه، الصراحه ما كنتش معوله عليهم. دخل راجلي قال لي صاحبي غدير لينا اليوم السبت، معمول فان قال ليه الملاوي ولا شي حاجه، قال لي صاحبي غدير لينا ملاوي ديال الخليع، قلت لي ماشي مشكل. بالنسبه للعجينه كتاخذوا الكميه اللي بغيتوا، هنا انا درت جوج زلافات كبارين ديال الفرس وزلافه كبيره ديال الفيلو. غندير واحد المعلقه كبيره ديال الخميره حيت كما قلت لكم هادو غنجيو خامرين، ومعلقه صغيره ديال الملحه، واحد المعلقه كبيره ديال السكر نديروها حدا الخميره، هي جوج معالق صغار. صافي وغنعجنوا بالماء الدافي، ماء دافي ماشي بارد حيت هذه فيها الخميره دونك خصنا الماء دافي. وغنزيد واحد المعلقه ديال نيدو، علاش البنات هاد نيدو بحال كيلعب غير الدور ديال المحسن ديال العجينه ديال الخبز ولا العجينه ديال الطحين. الا كان عندكم طحين ماشي شي جوده اللي مزيانه، المهم كيزيد غير حسن من الجوده ديالو. غنجمع كل شيء بالماء دافي ونرجع لكم. بسم الله. درتها هكا في بوطاجي وانا كندلكها مزيان،
المهم العجينه تكون مقاسها مخفيفه، تكون عاديه ديال السمنه. صافي بدات ندلك العجينه مزيان كيف ما شفتوا، ما كتلصق ما والو، ما كتلصقش، ما تكونش خفيفه بزاف ثاني تعذبكم. كاينين البنات اللي كيديروا العجينه ديال السمنه خفيفه ولا ديال المناوي راه كتعذبكم، هذاك الشيء علاش كتبدا توشر لكم ولا كدير الودينات، ملي كتهزوها كتزيد كترقاق. المهم تكون مدلوكه مزيان بحال هكا، تكون مدلوكه ولكن ماشي خفيفه وماشي قاصحه، الا كانت قاصحه ثاني ما تعطيكمش نتيجه زوين. صافي غنديرها هنا ونغطيها واحد فيلم اليمونتير وغنخليها واحد نص ساعه على ما نصوب الكريمه ديالي ونخرج الكيكه من الفران نديرها تبرد، عاد ندوز نخبز، ندوز نسرحهم باش نخبزهم من بعد. شو ديجا بقيت كندلكها، شوفوا البنات دارت الفقاعات، يعني نخليها غير واحد شويه وغترتاح الكريمه. هنا عندي الحليب وغندير ما كاملش السيترو، ديروا بحال هكاك مثلا 400 مليلتر ولا 350 حيت عندي ديك الحفره ديال المول ما كبيراش بزاف. المهم انا غندير هنا غير بحال هكا عيني ميزاني. صافي بغيتكم كتبقاو ديروا شي حاجه بزاف راه كتحفظوا تقريبا المقادير، تولي تخدموا عينيكم ميزانكم. المهم ديروا نتوما نص قل من السيترو، حيدوا منه شي كاس. وعندي هنا المايزينا، عندي جوج معالق كبار، انا عبرت هنا جوج معالق كبار ديال المايزينا، غنحركهم مزيان وغنديهم فوق البوطه حتى تعقد ليا شويه، عاد نزيد باش ندير هاد الاضافات. عندي هنايا الفخوماج اللي ما يكونش مالح، هنا عندي فيلادلفيا، تقدروا تخدموا بكيري هذاك اللي غير ما يكونش مالح، شي فخوماج ما يكونش مالح، اولا هذاك شنو سميتو واحد الفخوماج ديال حتى هو ديال تشيز كيك حتى هو كيجي مزيان. عندي هنا قشره ديال نص حامضه وعصير ديال نص حامضه، هادو غنضيفهم حتى الاخر. الا بغيتوا ديروا السكر البنات كتزيدوا في هذه المرحله مثلا معلقه ديال سنيده ولا جوج. انا كن الكريمه البنات هي عقدات فوق فوق البوطه، غنكمل دابا الطريقه. غنزيد هذاك نص حامضه مع القشره ديال نص حامضه، وغنزيد الفخوماج نحدها سخونه وانا كنحرك باش تجيني واحد الكريمه اللي هي متجانسه. ولا خفتوا من هذه القضيه انها تكور لكم ولا تبقى ما دايراش مزيان، ما مخلطاش مزيان، تقدروا تطحنوها. المهم انا غندير هنايا نص بواطه، كيبقى هادشي اختياري، الا ما عندكمش البنات ديروا غير كيري حتى هو كيجي زوين. صافي غنخلطهم حدها سخونه، خلطها مزيان. ثم البنات الكريمه كتجي زوينه احسن من كريم باتيسير، شفتوا كتجي خفيفه، مازال غتعقد ملي غتبرد. صافي دابا خليتها تبرد شويه كيكه، انا خديت هاد اللي عندي هكا اللي كيدور، غندير فيه غنقلبها هنا، هي بردات دابا غنقلبها عاد ندير فيها لا كريم. شفتوا البنات تقلبات بكل سهوله، ما لاصقه ما حتى شي حاجه، حيت دهناها مزيان، دهناها مزيان بالزبده، كتجي على هذا الشكل. دابا غندير لا كريم الوسط ونحاول نعمر هاد البلاصه تجيني عامره. دابا هاد الكيكه تقدروا ديروا ريقات ديال النعناع صغيورين، انا ما عنديش، غندير هكا غير باش نخرجوا داك الالوان شويه الخضوره شويه، كل وحده تفنن في داكشي اللي بغات. عندي هنا وريقات ديال ازير غنديرهم، ندير واحد الحامضه هنايا. ندير واحد بحال هكا، وعندي هنا التوت، هذا الفرومبواز وهذا بلو بيري، هما غنديرهم هنايا. نحاول هكا نديرو الالوان باش كتجي زوينه. الكريمه راه باقا ما برداش مزيان، يعني راه يقبض فيها هادشي. بالنسبه للكريمه البنات اللي ما كيبغي الحلاوه، راه كيما قلت لكم غديروا واحد معلقه حتى جوج معالق ديال السكر. انا غير حيت فايته درتها راجلي عجبته بحال هكا، زعما فيها المذاق ديال الجبن، داكشي علاش ما درتش السكر. ولكن هنا في الجنيبات غنديروا هاد الكونفيتور ديال الفرومبواز، عندي ها هو الكونفيتور ديال الفرومبواز، غندهنوا في الجنيبات وغندير اللوز ايفيلي. البنات ها هو الشكل النهائي كيفاش جا. الا ما عندكمش هاد الكونفيتور اللي وريتكم تقدروا ديروا ديال المشماج ولا تقدروا ديروا النفاج. المهم شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا، غير هاد النوع ديال الكيكه خصو يبرد، يعني خصها على الاقل تبقى في الثلاجه واحد ساعه باش هذيك لا كريم
كتعقد غندير ندخلها في الثلاجه حتى تبرد. كي جاتكم غطيتها باش ترتاح. هنايا دزت باش نوجد باش غنورق. عندي هنا الزبده النوعيه الممتازه، هذه جوده ولا سونترال، هما اللي كيجوني انا مزيانين ماشي المارغرين. بغيت تخدموا بديك الطاسه تخدموا بها، غير هاد المخيمرات احسن حيت هكا كتاكلوهم ما يجيكمش داك المذاق ديال المارغرين ديال الطاسه، كديروا زبده اللي مزيانه. عندي هنا الفينو واحد زليفه صغيره غندير فيها خماره ما كاملاش تقريبا واحد النص. كنقطع داك الخليع اللي عندي واحد القطع صغيره هكا باش ما يقطعش لي العجينه. دابا ملي ارتاحت العجينه غنديرها كويرات ونخليها ثاني ترتاح. انا ما غنديرهمش كبار بزاف اليوم، المهم ندير هذا القياس يجوني شويه. هما هادو بحال هكا شو عجينه راه مرتاحه البنات، هانتوما تتقطع ما والو، هنا تتعرفوا راه ناجحه. صافي من بعد ما ارتاحوا هذوك الكويرات ديالي غندوز باش نشكلهم ديريكتومون. صافي كنسرح عادي بحال الملاوي اللي كنديرو، خا هذوك يكونوا خامرين كنورقهم هكا وغندير الزبده. بديت بديا الزبده هما الاولين باش ما يطلقش داك المذاق ديال الخليع في كلشي. كنسرح الزبده كندير واحد الرشه ديال الفينو، ولكن البنات مرحله مهمه هي ما نقرصوش هذيك الزبده مع الفينو، منين نحطوا الزبده والفينو صافي نحيدوا يدينا. دابا كنعاود نفس العمليه وانا كنلوي بنفس الطريقه. هنا لويتها غير اللويه وحده بحال غندير المسمن، ومني كنبغي نلويها هنايا شفتو كنرخف يدي، راه ما كنديرهاش ما كنلويش لويات اللي مزيرين. حتى هذه حاجه مهمه باش يجيونا مورقين ومحلولين ما خصناش نزيروهم. صافي ملي كيرتاحوا كنرجع الاولى بالاولى وكنجمع لها دوك القنيتات ديال هذوك الاطراف يعني كنورك عليها بهذاك الشكل بحال ديال الملاوي. ما غنخليهم يرتاحوا ما والو، صافي هنا غادي نكمل هذوك ديال الخليع وندوز كنطيب نيشان. هادو البلاطو الاخر حتى هو غنديروا عامر بالخليع بنفس الطريقه. كنسرح مزيان، هذا ما كندير فيه لا زبده لا فينو، كندير غير الخليع حيت فيه ليدام بوحدو ما كنحتاجوش نديروا لا فينو لا حتى شي حاجه، كيجيو مرقين غير بوحدهم. صافي وغنطوي بنفس الطريقه، وانا كنرخف يدي مني كنبغي نلوي هاد اللويه مثلا نزيرش يدي باش كيجيوني هكا محلولين، حيت الا زيرنا يدينا كيجيو بحال مدقسين ما كيجيوش مورقين، كنخرجوا على داك التوراق ما كيبقاوش لينا مورقين. غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. انا درت كميه هكا زايده تنفعني هكا في وسط السيمانه، ولا المهم ناكلو منها اليوم نديرو منها الكوتو تبقى لينا هكا بغيناها في الفطور ما كيخسروش، غير هي اللي بغينا نحتفظو بيهم ما كنطيبوهمش بزاف. بنفس الطريقه ثاني مني كنكمل كنجمع دوك الاطراف وكنورك عليهم وغندوز باش نطيبهم نيشان، حيت دابا صافي راهما مرتاحين. كنبدا نطيب هكا بثلاثه بثلاثه ولا بالربعه بالربعه، كنقرصهم في هاد لابلونش اللي عندي ونديهم المقله. هنا كنت كنوريكم البنات شوفوا كيكونوا رقاقين، راكم كترقوهم حتى كيوصلوا للمقله عاد كيتنفخوا، حيت كاين اللي كيشوفهم منفوخين كيحسبهمش هما غلاض، لا هما تيكونوا مقرصين مزيان ورقاقين ولكن تيتنفخوا في المقله وكيتفشوشوا كيتورقوا كيتنفخوا حيت فيهم الخميره. المهم كيجيو زوينين الصراحه كيعجبوني هادو، وما كيضروش حتى في المعده لكن كيكونوا خامرين شويه ماشي بحال الملاوي العاديين. المهم كل واحد كل حاجه زعما، في الصراحه هاد الشيوات المغربيه لا يعلى عليها، كل وحده والمذاق ديالها وكل وحده والطريقه ديالها. صافي هنا خليتكم غير تشوفوا كيفاش كنبقى نقلبهم، ما كنخليهمش تتحمر من جهه وحده بحال الطريقه ديال الملاوي العاديين، وانا كنقلب حتى كيتنفخوا. انا شفتوا هنا كنت كنوريكم راه كنت لصقتهم يعني كانوا رقاقين بزاف، دابا بداو كيتنفخوا وغنبقى مستمره حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. كنصبق في الطياب هادو كنت كنوريكم هنا، شوف راه محلولين في المقله محلولين، دابا يلاه بداو كيطيبوا يعني قلبتهم ومحلولين. كنصبق العاديين ديال الزبده هما الاولين عاد كندوز هادو ديال الخليع، حتى هما كيف ما شفتوها هما رقاقين، رققتهم باش ما يجيونيش غلاض يعني مدقسين، غادي يتنفخوا في المقله شويه بشويه. هما بداو كيتنفخوا شفتوهم، وهنا صافي تمت المهمه بنجاح الحمد لله، ساليت كلشي. غنحطوا لهم هكا حتى يشوفوهم بعويناتهم ياكلوا منهم شويه، واللي بقى عاد نجمعوا هادو ديال الخليع شفتوا كيفاش كيجيو جاو فنين. المذاق ديالهم مع كويس ديال اتاي يا سلام، وهادو ديال الزبده هما كيجيو زوينين مع عسيله. صافي غنستف كلشي هكا ونحطوا لهم باش يشوفوا الحداقه يا اختي كنستف لهم الحداقه باش نوريهم حنه يدي. هو صافي هكا كنحاول نفرحو بهم هكا شويه في الويكاند، كل مره نديرو لهم حاجه مختلفه.
البنات ملي تحيدوا من المقله يكونوا باقيين سخان ديروا لهم هذه العمليه، راكم عارفين كيفاش بحال باش تساعدهم انهم يبقاو مفروقين. كنبقاو بحال هكا كنديروا هكا، شوفوا كيفاش كيجيو، شوف راهم خامرين وفي نفس الوقت مورقين. شوفوا البنات شفتوا، شوف كيجيو زوينين ورطبين كاملين مورقين. شوف انتما كيفاش كيجيو محلولين. هنا درت حيت لاكريم مسوسه كيف ما قلت لكم كيجي فيها المذاق ديال الجبن اولا الفرماج، كندير فيها هكا الكونفيتور كيف ما قلت لكم. الا ما كانش عندكم هذا الكونفيتور بغيتوها تجيكم حلوه كتزيدوا جوج معالقات ديال السكر. شوفوا الطبقه تاع البنات كيفاش كيجيو، كتجي زوينه. المهم قطعت لكم هكا غير باش تشوفوا، كتجي قابضه ملي كتبرد هكا كتجي كتقبض الكريمه في بلاصتها. وناخذوا معاها واحد كويس ديال العصير وبصحه والراحه. المهم كتعرفوا البنات من نهار كديروا الملاوي ولا المخيمرات ما تقدروش تاكلوهم، كي كيتصرفوا عليهم غير الاخرين. المهم شدتني الدوخه مع ريحه الخليع مع ريحه الزيت الزبده، راكم عارفين الاحساس. هنا خديت غير واحد طريف ديال الكيكه اللي شاركته معكم دابا، شفتوا لا كريمه وريتها لكم كيفاش كتجي مع واحد كويس ديال العصير ديال الحامض، وغنجلس هكا مع راساتي نعقل عليه نعقل على الشهيوات. صافي البنات كنقول لكم خليتكم على خير وبخير، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.